السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة حل تدريبات كتاب المعاصر بيج 24 25، صفحة 24 و25 من كتاب المعاصر للعام الدراسي الجديد 2024، على الدرسين الأول والثاني من الوحدة الأولى. جاب لي هنا أول سؤال معايا، بيقول لي إيه؟ I will write the date of the interview. interview اللي هي المقابلة لإيه؟ المقابلة الشخصية. أنا هكتب التاريخ بتاع المقابلة الشخصية in my، هكتب تاريخ المقابلة الشخصية فين؟ diary في المفكرة اليومية، ولا band يعني فرقة موسيقية، ولا hobby hobby اللي هي الهواية، ولا درام درام اللي هي الطبلة. انا هكتب معاد المقابلة الشخصية فين؟ طبعا in my diary في المفكرة اليومية. بعد كده رقم 2، they gave him a prize. هم ادلوا ايه؟ prize يعني جايزة. for his not work، للعمل ايه؟ in poor countries، في الدول الفقيرة. ادلوا الجايزة عن عمله ايه في الدول الفقيرة. musical، musical يعني موسيقي. voluntary اللي هو التطوعي، عن عمله التطوعي في الدول الفقيرة. ولا favorite يعني مفضل، ولا false اللي هو الايه الخطأ. طبعا ادوله جايزة عن عمله اللي هو الايه voluntary، العمل بتاعه التطوعي في الدول الفقيرة. رقم 3 بيقول هنا this afternoon، في فترة الظهيرة. I'll have a or an not for a new job، لوظيفة جديدة. in an oil company، oil company اللي هي شركة ايه؟ شركة بترول. يبقى أنا إيه لوظيفة جديدة في شركة بترول؟ عندي هنا شاور، شاور يعني دش، ريسيرش يعني يبحث، انترفيو اللي هي الإيه المقابلة الشخصية، ولا ماتش، ماتش بمعنى مباراة أو يتماشى مع لو هي فعل. يبقى أنا هنا أنا في فترة الظهيرة أو this afternoon في فترة الظهيرة أنا سوف أعمل إيه؟ research for، يعني سوف يكون عندي research، ولا interview for a new job، ولا مقابلة شخصية لوظيفة جديدة. طبعا هيكون عندي مقابلة شخصية لوظيفة جديدة، يبقى interview for a new job، مقابلة شخصية لوظيفة جديدة in an oil company، في شركة إيه؟ بترول. رقم 4 بيقول هنا إيه؟ ماجد ان مجدي، ماجد ومجدي ار بيكونوا ايه؟ they were born، born يعني ولدا، at the same time، اتولدوا في نفس الوقت. طالما هما اتولدوا في نفس الايه، في نفس الوقت، يبقى هما ايه؟ parents، parents ان هما الوالدين، ولا cousins اللي هما اولاد الايه، اولاد العم، ولا twins ولا هما بيكونوا توأم، ولا uncles اللي هما ايه الاعمام. طيب يبقى هما بيكونوا ايه؟ بيكونوا توينز، بيكونوا توأم، الاثنين مولودين في نفس الوقت، يبقى الاثنين توأم. رقم 5 بيقول هنا reading is my favorite، القراءة دي بتكون ايه؟ مفضل بالنسبة لي. القراءة دي بتكون ايه؟ job، القراءة ديت وظيفة مفضلة بالنسبة لي، ولا hobby اللي هي هواية مفضلة، ولا project ولا مشروع مفضل بالنسبة لي، ولا band ولا فرقة موسيقية مفضلة بالنسبة لي. طبعا القراءة دي بتكون ايه؟ ديت هوبي يعني هواية مفضلة بالنسبة لي. بعد كده بيقول هنا السؤال رقم 6، your brother اخوك is your parents، بيكون ايه بقى بالنسبة لوالديك؟ اخوك بيكون ايه بالنسبة لوالديك؟ son يعني ابن لوالديك، ولا uncle يعني عم، ولا sister اخت والديك، ولا daughter يعني اللي هي الابنة. يبقى أخوك هو ابن والديك، يبقى هنقول هنا إيه؟ هنقول son، parent son يعني ابن والديك. رقم 7 بيقول نقط are musical instruments، musical instruments اللي هي الإيه؟ الآلات الموسيقية. which you hit، hit يعني يضرب، بتضرب كده أو بتخبط عليها، with your hands بإيديك، or sticks أو الإيه؟ أو العصي، بتضرب كده عليها بإيدك أو بالعصي. دي اللي هي إيه بقى؟ درامز اللي هي الطبول، ولا جيتارز اللي هو الايه الجيتار، ولا فلوتس اللي هو الناي او المزمار، ولا هاربس اللي هو الهارب او الايه او القيثارة،
طيب يبقى ايه اللي احنا بنخبط عليها كده عشان خاطر تدينا بايدينا او بالعصا عشان نعمل بيها صوت؟ اسمها الايه؟ درامز، اللي هي الايه؟ الطبول. بعد كده جايب لي هنا رقم 8 بيقول لي ماهر نقط فولنتري وير، اللي هو العمل الايه؟ التطوعي. ات هوسبيتال، في المستشفى. عايزين نقول هنا بيقوم بعمل تطوعي في المستشفى. بلايز يعني بمعنى يلعب، ميكس يصنع، ولا داز يفعل او بيقوم به، واتشز يعني ايه؟ يعني يشاهد. عايزين نقول بيقوم بعمل تطوعي، يقوم بعمل تطوعي اللي هي ايه؟ دو فولنتير ورك. طب دي داز، ايوه دي داز. ليه؟ لان اصلا ماهر مفرد، الفاعل عندي مفرد، عشان كده جابها لي في الاختيارات داز. يبقى داز فولنتير ورك يعني يقوم بعمل تطوعي. بعد كده السؤال رقم 9 بيقول لي هنا هي اولويز ريدز، هو دايما بيقرا انوات بيفور هي جوز تو بيد، قبل ما ينام بيقرا ايه قبل ما ينام؟ شو اللي هو يعرض او العرض، ستوري بيقرا قصه قبل ما ينام، ميوزك هيقرا موسيقى، الموسيقى بتتقرا، ولا هوبي بيقرا الهوايه، طبعا الهوايه بيمارسها مش بيقراها، بيقرا ايه قبل ما ينام؟ طبعا بيقرا ايه؟ ستوري، بيقرا قصه قبل ما ينام. رقم 10 بيقول لي هنا ايه؟ female is the opposite of، female يعني انثى، is the opposite of يعني عكس، عكس ايه؟ انثى دي عكس كلمه ايه؟ ميل اللي هي الوجبه، ولا ميل اللي هو البريد الالكتروني، ولا مول اللي هو السوق او التسوق او المول التجاري، ولا ميل اللي هو الايه؟ المذكر. عكسها طبعا ميل اللي هو الايه؟ الذكر او المذكر. رقم 11 بيقول لي هنا your نقط is your father's or mother's sister، اخت مامتك او اخت باباك. انا بقراها كده، بقراها من اليمين، اخت مامتك واخت باباك اسمها ايه؟ انكل اسمها عم، انت اسمها عمه او خاله، ولا دوتر اسمها إيه؟ ابنه، ولا صن ولا ابنه. اخت الام واخت الاب اسمها العمه او الخاله، العمه او الخاله اللي هي ايه؟ اللي هي انت. بعد كده صفحة 25 page 25 بيقول لي هنا ايه؟ رقم 12 انوات is a group of people، group of people يعني مجموعة من الايه؟ مجموعة من الاشخاص، singing or playing musical instruments، بيغنوا او بيعزفوا، playing هنا بمعنى يعزف، بيعزفوا على ايه؟ musical instruments اللي هي الالات الموسيقية، بيعزفوا على الالات الايه؟ على الالات الموسيقيه او بيغنوا. ماتش، ماتش هنا اللي هي الايه؟ المباراه. باند اللي هي الفرقه الموسيقيه. كلاس اللي هو الفصل، ولا كورس، كورس اللي هو الايه؟ اللي هو الفرقه الغنائيه. تمام، يبقى انا هنا ايه اللي هم المجموعه اللي بيعزفوا على الالات الموسيقيه؟ طبعا اللي هي باند. بعد كده السؤال رقم 13 بيقول النقط means moving your body through water، معناها ان انت moving your body يعني انت بتحرك كده جسمك، through يعني عبر او خلال الايه؟ المياه. دي اسمها ايه بقى؟ بحرك جسمي عبر او خلال المياه، اسمها driving اللي هي القيادة، القيادة اللي هي driving، ولا serving اللي هو التصفح، ولا عندي كمان هنا ايه؟ هايكنج اللي هي السير على الاقدام، المشي او السير على الاقدام، ولا سويمنج اللي هي الايه؟ السباحه. طبعا هنا ايه؟ هنختار اللي هي سويمنج، السباحه. بعد كده السؤال رقم 14 هنا بيقول لي اور انجلش تيتشر، اللي هو مدرس الانجليزي بتاعنا، از نقط ايمن. عايزين نقول هنا يدعى او يسمى ايمن. عندي هنا كلمات sold، sold بمعنى هنا ايه؟ باع او يبيع. تمام، told بمعنى اخبره، called يدعى او يسمى، made بمعنى صنع. طبعا is called ايمن يعني يدعى او يسمى ايمن. رقم 15 هنا بيقول لي ايه؟ My father and mother، مامتي وبابايا are not 60 and 53، 60 سنة و53 سنة. عايزين نقول عمرهم 60 سنة و53
وخمسين سنة، تمام؟ يبقى هنا all اللي هو العمر، aged يعني هنا ذو عمر، age اللي هو العمر نفسه برضو، ولا ago بمعنى ago بمعنى منذ. هنا ممكن old تكون بمعنى ايه عمر، ممكن تكون بمعنى ايه برضو ايه قديم. عايزين نقول هنا مامتي وبابايا دولت الاثنين ايه، الاثنين aged يعني ذو عمر، am او is او are اللي هو verb to be، aged بمعنى ذو عمر يعني عندهم 60 سنة وثلاثة وخمسين سنة. رقم 16 نقط، عمر and احمد are my cousins، عمر واحمد دول بيكونوا ولاد عمي. هو جايب لي مين؟ عمر واحمد، بيكلمنا عن اثنين. هو جايب لي اثنين من الاشخاص. الاختيارات اللي عندي هنا كلمة every يعني كل، وايتش برضو بمعنى كل، وقول بمعنى الجميع، الجميع، بوث بمعنى كلاهما. طالما جايب لي اتنين يعني بختار ايه، بوث يعني كلا من، لاني بتاخد معاها اند، بوث اند يعني كلا من عمر واحمد ار ماي كازنز، دول ولاد ايه، ولاد عمي.